أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أكد أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع سباقات الخيل من خلال تعزيز المشاركات الإقليمية والدولية وتحقيق النجاحات المنشودة، بما يعزز من مكانة المملكة في هذا القطاع. وأشار سموه إلى ما تحظى به هذه الرياضة الأصيلة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي كان له بالغ الأثر فيما تحقق من مستويات مميزة لهذا القطاع. جاء ذلك لدى حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، منافسات اليوم الختامي لسباق كأس السعودية العالمي للخيل، والذي شاركت فيه عدد من الاسطبلات البحرينية، وأقيم على ميدان الملك عبد العزيز بالرياض. ونوه سموه بالتميز المستمر الذي يحققه سباق كأس السعودية العالمي للخيل عاما بعد آخر، مشيدا بمشاركة الاسطبلات البحرينية في منافسات سباق كأس السعودية العالمي للخيل، والذي عكس ما تمتلكه مملكة البحرين من كفاءات وخبرات وطنية تعزز بدورها من مكانة مملكة البحرين في مجال الفروسية وسباق الخيل. وأشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بالجهود المبذولة والمستوى التنظيمي المميز من قبل القائمين على تنظيم سباق كأس السعودية العالمي للخيل، مهنئا الفائزين بالكؤوس والمراكز الأولى، متمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في السباقات المقبلة. وأعرب سموه عن تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة بتحقيق المزيد من الريادة والإنجاز في مجال الخيل والفروسية، مثمنا ما حققته المملكة من نجاحات عالمية خلال النسخ الماضية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لتقدم هذا القطاع في المملكة الشقيقة والمنطقة.